بحضراتكم في كل مكان. الحقيقة أنه النهاردة شوارع بلدنا كلها عنوانها واضح، الشعب والقيادة السياسية صف واحد، ويعني كل اللي كان في بالنا كل الأيام اللي فاتت 13 يوم اللي فاتوا منذ القصف على غزة وعلى أهالينا في فلسطين هي مسألة دعم القضية الفلسطينية. والحقيقة إحنا كلنا اتولدنا، كل بيت مصري يعلم أن هذه القضية هي قضية محورية وقضية مركزية وقضية شعبية، قضية القضايا كما أسماها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. إعلان السيد رئيس عبد الفتاح السيسي أمام العالم أنه لن يسمح أبدا بتصفية هذه القضية، القضية الفلسطينية، ولن يقبل أي مصري بتهجير الفلسطينيين إلى مصر. الحقيقة هنا الحديث مش علشان إحنا مش عايزين إخواتنا من غزة يكونوا موجودين في مصر، لأنه مصر فيها آلاف، 10 مليون ضيف موجودين من مختلف الجنسيات، لكن المسألة هنا وزي ما قال السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مختلفة، مرتبطة بتصفية القضية الفلسطينية للأبد وتهجير يعني فرض أمر واقع على إخواتنا في غزة لإبادة جماعية وقصر يعني حقوقهم. رد الفعل الشعبي الحقيقة بالنزول للميادين كان واضح النهاردة، وكأننا بنقول للعالم كله وبنوصل صوتنا للقيادة السياسية وللسيد رئيس عبد الفتاح السيسي إنه إحنا معاك يا ريس، وإحنا كشعب نعي تماما، عندنا قدر كافي من الوعي إنه الأرض اللي تروت بدماء أبناء هذه البلد سواء في محاربة الإرهاب سواء علشان يستردوها من الاحتلال عمرنا ما هنفرط في شبر من بلدنا، وبالتأكيد مش هنفرط في حق إخواتنا الفلسطينيين. نفاوض السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي قرار يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ على حق الشعب الفلسطيني. ده كان لسان حال المصريين النهاردة من القاهرة لإسكندرية لمحافظات الدلتا لحد الصعيد. مشهد الشوارع الحقيقة يحسسك قد إيه الشعب ده واعي، فاهم، يقف خلف القيادة السياسية، يعي تماما القرارات الحكيمة والدور المصري الكبير اللي بتلعبه هذه القيادة السياسية على كل المستويات، ابتداء من المستوى الدبلوماسي لوقف التصعيد، على المستوى الإنساني وما يحدث من يعني محاولات لإغاثة أهلنا في غزة. وأكيد حضراتكم تتابعوا الشاحنات اللي مصطفى أمام المعبر، وولادنا اللي شكلهم يفرح الحقيقة اللي قاعدين بيرتبوا الأولويات في دخول المستلزمات والإغاثات لأهلينا في غزة. وصولا لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم لقمة السلام غدا في القاهرة في العاصمة الإدارية. الدول اللي أعلنت المشاركة هم 31 دولة، وبدأ توافد قادة وزعماء مجموعة كبيرة من هذه الدول. الهدف المعلن والأساسي والواضح هو وقف التصعيد الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني. الحقيقة أنه دي العقيدة المصرية الثابتة على مر يعني 75 عام من هذا الاحتلال الإسرائيلي، كانت هذه العقيدة ثابتة دايما وموقف ثابت وواضح من هذه القضية. بنعرض لحضراتكم مشاهد لوصول بعض القادة ودعماء العالم للمشاركة في قمة السلام غدا، ويمكن تابعنا مع حضراتكم منذ الساعة الأولى في هذا القصف الغاشم على أهالينا في غزة، لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصالات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إقليميا ودوليا يعني وقف هذا العدوان والحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني وما أدى إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومسألة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. يمكن حضراتكم تابعتوا اليوم لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، وكل التصريحات الهامة التي خرجت من هذا اللقاء، جهود كبيرة للدولة المصرية منذ الساعة الأولى. تابع مع حضراتكم وصول الوفد الإماراتي للمشاركة في القمة غدا، وزي ما كنت بقول لحضراتكم النهاردة رد الفعل الشعبي ده نتاج للي احنا شفناه، للمواقف يمكن من الحاجات الإيجابية فيما يحدث حولنا انه كان في اصطفاف بمعنى الكلمة. الأيام اللي فاتت ما كنتش تشوف حد عنده رأيين، الكل كان شايف
رأي واحد، معارضة وقوى مختلفة، الكل كان رأيهم واحد تجاه التحركات اللي قامت بيها القيادة السياسية المصرية تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، ودي نقطة مهمة جدا. الاصطفاف حول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحول القيادة السياسية في هذا الوقت الحرج. تابع مع حضراتكم على شاشة وصول الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس للمشاركة في قمة السلام غدا، واللي دعا لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. هنتابع مع حضراتكم كل التطورات اللي بتحدث على الأراضي الفلسطينية وكل ما يحدث في جهود مضنية تقوم بها الدولة المصرية لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده نكمل برنامج التاسعة، خليكم منتظرين. أغارب عن بالغ الأسى والألم، وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر بكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، يمكن أن تخرج عن السيطرة. أهلا بحضراتكم من جديد. من دقائق نشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة التدخل لنتيجة تلقيها تهديد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى. أقول لحضراتكم إن المستشفى فيها 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين بيحتموا بهذه المستشفى باعتبارها مكان يعني آمن، وكمان جوه فيه الأطقم الطبية اللي زي ما حضراتكم تابعتوا وشفتوا كم المعاناة اللي هم بيشوفوها علشان يقدروا يسعفوا أهالينا في غزة. طلبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة زي اللي شفناها في مستشفى الأهلي المعمداني. الحقيقة أنه المجازر سلوك أساسي في النهج الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، يعني على مر التاريخ دير ياسين، صبرا وشتيلة، قانا، ومستشفى المعمدان. تبقى هذه المجازر شاهد حي على إرهاب الاحتلال. السؤال، هل إسرائيل فوق القانون الدولي؟ والغريب إنه من دير ياسين لحد الأهلي المعمداني مفيش حساب. مستمرين مع حضراتكم في نقل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، ويعني من الأراضي الفلسطينية كمان نتحدث عن ما يحدث اليوم في الشوارع المصرية نتيجة لكل اللي احنا بنشوفه وبنتابعه خلال الأيام اللي فاتت، ومدى تفاعل الشارع المصري مع ما يحدث على الأراضي الفلسطينية. والنهاردة الحقيقة شفنا تظاهرات يمكن توحيد الصف أعتقد أنها كانت العنوان الأبرز فيها. خلينا نتكلم كده مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني. يا دكتور مساء الخير على حضرتك، ويعني تظاهرات اليوم وإيه اللي لمسته من خلال تواجدك اليوم، ومسألة توحيد الصف، وإنه يمكن من الإيجابيات اللي حدثت هي مسألة توحيد الصف تجاه قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، والمشاعر يعني متأججة لما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية. مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين، وطبعا كل التعازي لأهلنا في غزة. يعني النهاردة الحقيقة في مصر لا، ده يوم من أيام الاصطفاف، يوم عظيم، يوم بيبين معدن الشعب المصري قد إيه لما يبقى فيه خطر
بيلتف حوالين القيادة السياسية وبيكون موجود وصلب على قد صلابة السيد الرئيس. صحيح. في موقفه المحترم اللي كلنا بنقدره تجاه حرب التفريغ الفلسطينية. النهاردة كان الحقيقة الشعب على قد المسؤولية، اصطفاف مشاعر فياضة، وقفة جنب أهلنا في غزة وفلسطين بالقلب وبالروح والدم. هتافات الحقيقة كانت يعني بتعمل يعني قشعريرة كده. الناس كانت الحقيقة بتتكلم من قلوبها، الحشد كبير جدا جدا. فورا بقى في أعلام مصر وفلسطين، الناس عندها وعي كبير بالقضية ووعي كبير بالضغط اللي بيحصل على مصر، ووعي كمان بالموقف اللي فيه القيادة السياسية المصرية، وإنه النهاردة مصر محتاجة شعبها يقول رأيه، لأنه في النهاية ده رأي شعبي مش رأي سياسي. فهنا الناس كانت موجودة ومعبرة تعبير حقيقي عن يعني الرأي المصري. صحيح يا دكتور باسر، ويمكن الرد الفعل الشعبي اللي موجود في الشارع ده كان نتاج ل يعني ما لمسه هذا الشعب في القيادة السياسية من قرارات حاسمة وقوية وعادلة الحقيقة تجاه القضية الفلسطينية. شوف، أنا عايز أقول لحضرتك الحقيقة موقف السيد الرئيس وثباته الانفعالي ومدى تصميم ورؤيته والحسابات اللي عملها القيادة السياسية المصرية يدرس، وفكرة استباقه للأحداث ودعوة للقمة ويعني وكمان مناشدة الشعب المصري لتعبيره عن رأيه في استباق هاي الحقيقة، وبيطمني أنا كمواطن مصري على البلد دي إنها في إيد أمينة وإيد مخلصة وكمان إيد واعية جدا جدا للي بيحصل في العالم والتطورات ومدى الضغط الكبير لتصفية هذه القضية، وإن مصر ما زالت على موقفها من سنة 48 لغاية النهاردة إنها هي الحليف الأساسي والعمود الصلب والذخيرة الأساسية للقضية الفلسطينية. والحقيقة بيبقى ده قيادة وشعب، مش بس كمان قيادة. ودعوة مصر بكرة لقمة القاهرة للسلام، الحقيقة حتى اسمها معبر، هي قاهرة قادرة على القهر للمعتدي ولكنها دائما تدعو للسلام وتنحاز ليه في كل وقت. يعني بكرة فرصة أخيرة حضرتك يا أستاذة هدير للسلام، وقوة الظلم والظلام دي إنها تفوق. العالم الغربي يتراجع عن مدى ظلمه وتماديه في إنه واقف في صف إسرائيل في كل الاعتداءات والمجازر الوحشية اللي حضرتك اتكلمتي عنها وامتداد هذه المجازر لغاية ما يحصل كمان تهديد لمستشفى الهلال الأحمر. إسرائيل بتصر على تفريغ غزة، إسرائيل بتصر، ومصر هي الواقفة بصلابة ضد هذا الإصرار، وبالتأكيد كمان أمريكا معها وبتساندها، لأنه مسألة قصف المستشفيات الناس هتروح فين؟ المستشفى مش مكان بس للعلاج، ده وبعدين نتبرأ من هذا الفعل، ولو انه الظاهر والواضح والجلي على مدار السنين اللي فاتت انه هذا هو النهج الاسرائيلي، استهداف مستشفيات واستهداف كنائس واستهداف اهداف مدنيه لا علاقه لها باي اهداف عسكريه. يا استاذ هدير، احنا المصريين عارفين من اول مدرسه بحر البقر العدو ده شكله ايه، وازاي زي ما استهدف اطفالنا في مدرسه ابتدائي بحر البقر زمان في السبعينات قبل حرب 73، ازاي ممكن يستهدف اي مستشفى او تجمع امن او سلم؟ اللي بيقتل الاطفال وبيقتل النساء كل السنين اللي فاتت هم الاسرائيليين، اللي بيعتدي على المدنيين وبيهد عليهم بيوتهم هم الاسرائيليين. المساله واضحه مش محتاجه، احنا محتاجين من العالم انه يمد ايده للرئيس عبد الفتاح السيسي ويعلي لغه الحكمه. وإنه كيف يمكن يا دكتور باسل لقمة غدا أن تؤتي بنتائج إيجابية تحرك هذا المجتمع الدولي الصامت تجاه هذه القضية الفلسطينية وتجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، لأنه هذا القصف مختلف تماما عما كان يحدث في السابق؟ شوف، أنا هقول لحضرتك كون أن مصر والقاهرة يعني تتحول إلى مركز للعالم في الأيام اللي فاتت، شفنا المستشار الألماني النهارده رئيس الوزراء الانجليزي انطونيو جوتيريش، الامم المتحده الامين العام، كل الدول اللي موجوده وجايه تشارك في القمه، ده في حد ذاته وقوف في وجه اسرائيل وشططها في انها يعني تمارس هذا الغرور وهذا القهر على الشعب ده. ازاي ده يحصل؟ انه القمه بكره باذن الله تنجح، الناس والزعماء بتوعنا الزعماء العرب وطبعا الرئيس
وكمان الدول المضيفة، إن كان في دول زي تركيا أو إيطاليا زي ما سمعنا، إنه يبقى التمثيل ده على المستوى والقدر السياسي المطلوب. كل عيون العالم بتتطلع إلى هذه القمة، ومن الممكن جدا أن توقف هذه القمة هذه الغطرسة. إحنا دولة جوار ودولة صمود حقيقي، يعني في دول كتير في العالم العربي بتقول إن هي دولة الصمود أو دول الصمود. الحقيقة لا يصمد ساعة الجد إلا مصر، ولا يقف ساعة الجد إلا مصر. فأنا يعني الحقيقة كل أمل إنه القمة بكرة تنجح، والمجتمع الدولي يضغط لتهدئة، ووقت التصعيد يعني كفاية 4000 وشوية قتيل، وكفاية إن يبقى منهم 1500 طفل، لا في مساعدات ولا في سولار ولا في غاز ولا في أجهزة طبية، وكمان توعد بقصف المستشفيات، منتهى العداء على الإنسانية ومنتهى الوحشية من إسرائيل ومن كل اللي بيساندوها. هل دي عمليات للترهيب وكسر الحالة النفسية والإيمان بالقضية الفلسطينية دكتور باسل من وجهة نظرك؟ بالتأكيد، بس هم أنا مش عارف إزاي إن هم يعني عايشين جنب أهل غزة والفلسطينيين ومش فاهمين مدى صمود هذا الشعب. الشعب اللي صامد على أرضه بقاله سنوات من الاحتلال، الشعب اللي محتفظ بمفاتيح بيوته مصدية وبيقول عليها إن الصدى اللي عليها أكبر من عمر دول كتير موجودة في العالم دلوقتي. إزاي متخيلين إن الناس دي ممكن تتنازل بهذه البساطة عن أرضها وعن عرضها وعن كرامتها؟ مهما كانوا هيضغطوا في طرفين صد، طرفين دول طول ما هم واقفين انا اعتقد ان القضيه الفلسطينيه في امان، اهل غزه واهل فلسطين ومصر واهلها والقياده السياسيه فيها. دول طرفي الصمود الحقيقي في القضيه الفلسطينيه من يوم توحدت لغايه ان شاء الله ما يبقى فيها حل باذن الله. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور باسم عادل، دكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح لأستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن. أستاذ مصطفى مساء الخير على حضرتك، ويمكن يعني التكاتف الشعبي مع القيادة السياسية وصوت الواحد داخل كل محافظات الجمهورية وتوحيد الصف النهاردة يمكن عناوين كثيرة لتظاهرات اليوم تأييدا لقرارات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ هدير وعلى كل السادة المشاهدين برنامج حضرتك. أعتقد أن النهاردة ممكن نحط عنوان لي تحت يعني تحيا مصر التي تتذكر في عز يعني أزمتها وعز ما نعانيه الفترة اللي فاتت ديت الشعب الفلسطيني، ونخرج في مسيرات بالالاف لنجدد بما يحدث داخل قطاع غزه من عدوان ممنهج لتصفيه القطاع والقضاء على السكان الاصليين. في يعني وسط حاله من الصمت الغريب والفاضح للمجتمع الدولي. واعتقد ان يعني ما تمارسه وسائل الاعلام العالميه وبعض الدول الكبرى هو فضيحه لن يغفرها لهم التاريخ. دور الإعلام العربي يا أستاذ مصطفى من وجهة نظرك في إيصال وجهة نظر هذه الشعوب العربية اللي خرجت زي ما شفنا بالألاف في الشوارع العربية رفضا لقمع الاحتلال الإسرائيلي ولظلمه الغاشم على أهالينا في فلسطين، دور الإعلام العربي في إيصال صوت الناس دي؟ لأنه زي ما شفنا في تخاذل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، ويعني كمان الإعلام الغربي تزييف للحقائق، لأنه ردود أفعال الشعوب تختلف عن ردود أفعال القادة الأوروبيين والأمريكيين أيضا. خليني أقول لك أستاذ هدير أنني لم أرى يعني مساندة لما يحدث داخل قطاع غزة بمهنية وشفافية إلا من الإعلام المصري والصحافة المصرية، وأنا بشكرهم من خلالك على ما قاموا به من فتح السكوت الكبير اللي مارسه البعض أو حاول يمارسه البعض ليعني توريت او ان هم يخفوا ما تقوم به دوله اسرائيل داخل قطاع غزه. الاعلام المصري كان من اللحظه الاولى لم يتردد، ولو احنا قارناه بما يعني صار عليه باقي الاعلام من حولنا وبتكلم في المنطقه تحديدا، كان الاعلام المصري من اللحظه الاولى لاندلاع الازمه هو اعلام واضح وصريح في موقفه، يقف جانب الى الجانب الدوله الفلسطينيه، يطالب بحل عادل للقضيه الفلسطينيه من خلال الدولتين. فضح الممارسات الطاغيه، هنا يعني
أقصد بكل ما تحمله الكلمة من كلمة طاغية. إحنا شفنا قتل الأطفال أبرياء، قتل المسنين، منع دخول المياه، منع دخول الغذاء حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك، منع دخول الأدوية، حصار. شيء واحد فقط هو إبادة شعب غزة. أنا لا يعني اللي بيحصل ده ملوش غير معنى واحد بس، إن إسرائيل تصر على التصعيد وعلى إبادة شعب قطاع غزة بالكامل. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن. نروح مع حضراتكم لسيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. مساء الخير على حضرتك. ومسألة دايما حق التظاهر ده حديث دايما يتشدق به الغرب، لكن لما يجي تظاهر ضد المعتدي الإسرائيلي يغض الغرب نظره عن هذا ولا ينقل الصورة الحقيقية. مساء الخير يا فندم. طبعا لا، هو مش حق التظاهر ويغضون البصر، لا هم بيقنعوا كمان التظاهرات السلمية لمساندة القضية الفلسطينية. صحيح، شفنا ده في الاتحاد، دول الاتحاد الأوروبي، شفناه في ألمانيا، شفناه في إيطاليا، شفناه في إنجلترا، شفناه في فرنسا، شفناه في حتت كتيرة جدا. خلينا نتفق على حاجة، أن الغرب منتهك نهج وهو الإزدواجية في المعايير واستخدام ملف حقوق الإنسان على الهوى وطبقا للأجندات الخاصة بهم لمصلحتهم فقط. صحيح، دون النظر إلى مصلحة الطرف الآخر، وهذه معادلة يعني فاشلة في كل سواء كان على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي. الأسبوع الماضي انتهت أقنعة كثيرة جدا، التحيز الواضح والصريح والصارخ من قبل الولايات المتحدة تجاه الولاية 52 لأمريكا وهي إسرائيل. كانوا في خندق دائما وأبدا منذ اندلاع يعني احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ولكن شكل الفج والقبيح الذي لعل وعسى أن بدأت الأصوات تسمع سواء كان من موقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ومصر لحقوق الأبرياء والعزل بغض النظر عن يعني الجماعات التي لدينا عليها علامات يعني رفض أو استفهام. الشعب الفلسطيني دائما وأبدا هو شريك لنا، نحن لم نقدم هذا الدعم منذ الأسبوع الماضي، الدعم منذ عام 48 وخسرنا العديد من أرواح المسلمين فقط من أجل هذه القضية. أستاذ طارق، كيف يمكن استغلال الوثائق المصورة صوت وصورة للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وصولا للمحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل؟ طبعا ده لازم هيبقى على مستوى العديد من الأطراف دي بتتمثل في المؤسسة التشريعية مع برلمانات المقابلة لنا والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأوروبي والكونغرس الأمريكي. تحديدا هذه الثلاث برلمانات هم المعنيين اللي لازم نبتدي يعني نعمل اللوبي بتاعنا كبرلمانيين معهم. أيضا هناك السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الخارجية والوزارات التي لها علاقات مباشرة مع القضية الفلسطينية وتوثيق هذه الجرائم وإعداد ملفات للترويج لها على المستوى الدولي. هناك دور هام جدا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي هي بالفعل موجودة هناك. يمكن في دور كبير جدا على التحالف الوطني إن شاء الله لما يدخل ويعدي الشحنات الإغاثة إلى غزة هيبقى في حاجات كتيرة هتتكشف فيهم، إنه يتم عمل توثيق لهذه الأحداث الدامية والمجازر البشرية على أرض غزة لعرضها على الجمعيات والمنظمات اللي دايما بتشتغل بكلمة ملف حقوق الإنسان والانتهاكات وما إلى ذلك. لابد أن يكون هناك وقفة مع هذه الجمعيات وهذه المنظمات. أيضا
بالتوازي مع هذه الأطراف الثلاثة المعنية لابد أن يتم تجهيز ملف لقضية في محكمة الجنايات الدولية، ودي لها طبعا يعني شق آخر في التحرك، يعني لابد أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. لسه مكملين مع حضراتكم وحديثنا دلوقتي عن قمة القاهرة للسلام اللي بتلاقي مشاركة واسعة وتقام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي تنعقد بكرة السبت في العاصمة الإدارية، وهدفها مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. تأتي القمة بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ده كمان بالإضافة لوجود رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اللي وصل للقاهرة بالفعل اليوم، وتابعنا لقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصرية بريطانية مشتركة، ومن المتوقع مشاركته أيضا غدا في قمة السلام الدولية بالقاهرة. نتحدث مع حضراتكم بشيء من التفصيل أكثر عن القمة ويعني النتائج الإيجابية اللي ممكن أن تخرج عن هذه القمة وأن تحدث فارقا في يعني المجتمع الدولي ونظرة المجتمع الدولي لما يحدث، وخصوصا المجتمع الغربي لما يحدث على الأراضي الفلسطينية. خلينا ناخد دلوقتي على التليفون دكتور محمد عبد الرازق الباحث بمركز الفكر المصري للدراسات. قبل ما ناخد دكتور محمد نروح مع حضراتكم نتابع هذا الفيديو جراف ونرجع نكمل كلامنا. العمل على استكمال مسيرة السلام للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اجتماع دولي تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين، ودي قمة القاهرة للسلام، بنتكلم عن 31 دولة وثلاث منظمات دولية غدا تكون في قمة السلام في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. دلوقتي معنا على التليفون دكتور محمد عبد الرزاق الباحث بمركز الفكر المصري للدراسات. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكيف يمكن أن تكون قمة القاهرة غدا سبيل لفك الحصار عن غزة؟ أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بداية قمة القاهرة للسلام التي من المقرر أن تعقد غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنما تؤكد مركزية الدور المصري فيما يتعلق بكافة أبعاد القضية الفلسطينية على النحو البادي في التحركات المصرية للتعامل مع كافة
أبعاد القضية الفلسطينية وعن أصلها، خاصة فيما يتعلق بجولات التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. مركزية الدور المصري هي التي اطرحت منذ اللحظات الأولى لاندلاع عملية طوفان الأقصى وسعي القادة الإقليميين والدوليين للتنسيق مع القيادة المصرية للعمل على احتواء هذا التصعيد، ومن ثم تمثل قمة القاهرة للسلام غدا هي بلورة لكافة هذه الجهود، خاصة وأن حسبما قال اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام معبر رفح أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف. ومن ثم إذا تحدثنا عن المتوقع من قمة القاهرة للسلام غدا، فإنها ربما يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أمور حسب الأولويات المصرية في التعامل مع التصعيد الجاري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. الأولوية الأولى التي تمثلت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري بمنع الإمدادات الحيوية للوقود والكهرباء والمياه والسلع الغذائية والأدوية إلى القطاع. ومن ثم أبرز ما يمكن أن نتوقعه من قمة القاهرة للسلام هو توافق ما بين الدول الإقليمية والدولية والمنظمات الإقليمية والدولية الحاضرة للقمة على إنهاء الحصار المفروض وكف إسرائيل عن القصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل الذي يعوق إدخال المساعدات، ومن ثم السماح بإدخال هذه المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إذا تحدثنا عن الأولوية الثانية فهي وقف إطلاق النار، التوصل إلى وقف إطلاق النار والتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وقطاع غزة بما يسمح بالولوج إلى الأولوية الثالثة وهي استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، بالنظر إلى أن تجمد أو جمود عملية السلام وعدم بذل المجتمع الدولي الجهود المنوط بها لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط أحد الأسباب الأساسية لوصول منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى الوضع الراهن. ومن ثم استئناف عملية السلام وبحث التوصل إلى التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الأهم لمنع تجدد مثل هذه الأعمال التصعيدية وإطفاء حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأنه أكدت القيادة المصرية في أكثر من موضع أنه لا سبيل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل القضية. صحيح، ضرورة طرح أفق سياسي لهذه القضية الفلسطينية بالتوازي مع محاولات مصر لوقف العنف وإنفاذ المساعدات، يعني شيء هام جدا في هذا الوقت الراهن. دكتور محمد عبد الرازق الباحث بمركز الفكر المصري للدراسات الاستراتيجية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نشاهد مع حضرتكم يعني مجموعة من الإنفوجرافات ونرجع نستكمل حديثنا عن قمة السلام غدا في القاهرة بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية، ويمكن العنوان الأبرز هو العودة لطاولة المفاوضات وخفض التصعيد لما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية. التداعيات الخطيرة للتوسع في هذه الاعتداءات
سوف تكون تداعيات لا يمكن التكهن بها أبدا في المنطقة. نحن نتكلم عن شارع عربي إسلامي اليوم في حالة من الهيجان أمام هذه الاعتداءات التي تحصل والإمعان في التدمير والقتل ضد قطاع غزة والأراضي المحتلة. الوقت هذه تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف شرقية وفق القرارات الدولية ذات الصلة والعبادة بالمبادرة العربية للسلام. دلوقتي معنا على التليفون الكاتب والصحفي أستاذ أحمد الخطيب. أهلا بحضرتك يا فندم. وتأتي هذه القمة قمة القاهرة للسلام في ظل فشل يعني مجلس الأمن في جلستين خلال التصويت لقرارين روسي وبرازيلي، تأتي قمة القاهرة وسط يعني وتحظى باهتمام دولي، ماذا يمكن أن تقدم هذه القمة على المستوى السياسي؟ هل هو طرح سياسي فقط أم تغيير للوضع الحالي في غزة؟ مساء الخير أستاذ هدير. أهلا بسيادتك. القمة المصرية التي تعقد بالقاهرة وهي قمة عالمية وكبيرة بامتياز، والوفود المعلن وصولها والرؤساء والزعماء تؤكد أن الحل يكون من قلب القاهرة. بمعنى وهو حصار سياسي كبير لدولة الإسرائيلية. معلوم أن عدد من الدول الزعماء الذين سيزورون القاهرة اجتماعهم القمة الكبيرة صباح غد، معلوم أن هذه القمة تمثل حصارا سياسيا وضاغطا على إسرائيل، فضلا عن ما يجب العالم تعرف أحداث 7 أكتوبر يعني خدعت العالم، بمعنى تحت دولة فلسطين نسي العالم أن الشعب الفلسطيني شعب مقاوم وأنه محتل، وأن الأحداث وإن كانت يعني مدان بعضها فيما يخص. أستاذ أحمد يعني أنا مش قادر أسمع حضرتك كويس، لو حضرتك تكون موجود في مكان في شبكة علشان أقدر أسمع حضرتك. طيب لحد ما يرجع لنا أستاذ أحمد الخطيب نتحدث مع حضرتكم عن قمة القاهرة للسلام اللي بتعقد غدا بحضور 31 دولة وثلاث منظمات دولية، وكيف يمكن أن يكون للدور المصري الفاعل الحقيقة منذ الساعات الأولى في هذا القصف الغاشم على أهالينا في غزة دور في وقف التصعيد على الأراضي الفلسطينية. والحقيقة أنه ده ليه أوجه عدة وأصعد متعددة شفناها على مدار الأيام اللي فاتت، من مسألة محاولات لوقف العنف الجاري على الأراضي الفلسطينية لتجييش المساعدات وكل ما نراه على معبر رفح الحقيقة من صور لشاحنات واصطفاف من الشباب لترتيب للأولويات والمستلزمات اللي تدخل لأهلينا في قطاع غزة. فهذا الدور المصري بصعوده المتعددة ليس فقط السياسي لكن أيضا الشعبي واضح منذ الساعات الأولى لهذا القصف. نعود للكاتب والصحفي أستاذ أحمد الخطيب. أهلا يا فندم، حيك معنا، تفضل. أستاذ هدير أنا يعني كنت أقول أن العالم تعرض لخديعة كبرى يوم 7 أكتوبر عندما تعاطفا منحازا وكبيرا
الى جانب اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ماشيه للعالم ان الشعب الفلسطيني شعب محتل، ان اسرائيل دوله احتلال، تزييف للتاريخ وللواقع. نعم نعم. لكن مع مرور الموقف المصري تحديدا عاد للعالم جد صوابه نحو الازمه، بمعنى ان الموقف المصري الذي كان صلبا ومنحازا الى الحق الفلسطيني باعتبارها انها ام القضايا واعقد القضايا في الشرق الاوسط، عاد للعالم صوابه في النظر مره اخرى، نظر باعتبار الى القضيه الفلسطينيه. وما اعلان القاهره ضروره ان يكون هناك اعلان قمه داخل القاهره الا لهذه الرؤيه الشديده لهذا الموقف المصري. نجح الموقف المصري الذي اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يدير دفه المساله نحو القاهره ونحو الشعب الفلسطيني. يعني كنا راينا في بدايه الازمه 5 دول كبرى اعلنت في بيان لها الانحياز الكامل الى دوله الاحتلال الاسرائيلي، ونسي العالم الشعب الفلسطيني الذي احضر الشعب الفلسطيني على الطاوله هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندما اعلن عن ضروره ان يكون هناك حل ويتم استدعاء حل الدولتين، ورفض العمليات العسكريه الغاشمه ضد المدنيين، ووقف وقفه صلبه، بل وانه دعا الشعب المصري الى الوقوف الى كل مخططات مشروعات القضيه الفلسطينيه. الذي حدث اليوم رساله كبرى الى ما يحدث في قطاع غزه والضفه واراضي الضفه. يعني الرساله اليوم التي ستتلقاها غدا زعماء القمه ان التصعيد الاسرائيلي متصاعد، يعني بين كل ساعه وساعه، لغلق الحل على القمه. سيرى العالم غدا بالصوره وبالارقام امام الزعماء ان اسرائيل تستخدم القوه الباطشه وانها تفرض حلولا لن تكون حلا للقضيه من الاساس. القاهره والدول العربيه تعيد الى الطاوله فكره حل الدولتين حتى يتم حل القضيه. ما يحدث الان من تصعيد غاشم من قوات الاحتلال الاسرائيلي والضرب في قطاع غزه، ضرب مبرح واستخدام قوة غاشمة، نحن في كل ساعة يزداد عدد الشهداء ويزداد عدد المصابين وتزداد عدد المتألمين، البيوت المهدمة. يعني آخر إحصائية قرأتها، يعني احنا أول أمس لحد أول أمس 1200 منزل تم هدمه، 1200 منزل يعني 1200 أسرة، تخطى الشهداء 4000 شهيد. حتى هو اليوم أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه اليوم برئيس الوزراء البريطاني العدد نحو 4000 مدني صحيح استشهدوا على يد القوى الغاشمه الاحتلال الاسرائيلي. من يدفع هذه الفاتوره؟ كل ما تريد القاهره الان هو الدخول الى مساعدات القطاع، مساعده انسانيه رقم واحد، ان توضع فكره حل الدولتين كحل استراتيجي للازمه على الطاوله. القمه غدا تتناقش كل هذه. برايك استاذ احمد، هل مساله تحركات الشعوب اللي ابتدينا نشوفها اللي تبدو حكومتها داعمه للكيان الصهيوني، لكن الشارع ليه يمكن كلمه اخرى، وشفناها في كذا دوله وحتى داخل الكيانات السياسيه في الدول الداعمه للكيان الصهيوني، ممكن ده يحدث فارق في القرار الدولي؟ الشارع المصري والشارع العربي والشارع الاسلامي والشارع الانساني في الدول الاخرى الان وقفه اليوم تعبر عن تطبيق مع القضيه الفلسطينيه. الموقف المصري هو الذي دعا، يعني التوحد في مظاهرات اليوم في عدد كبير جدا من دول العالم العربي هو صوت صدى المصريه الى الوقوف امام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ احمد الخطيب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. حقيقة انه يمكن عدم الحياديه الدوليه من اكثر ما يعاني منه الفلسطينيين، لانه هذا المجتمع الدولي لا يرى الشعب الفلسطيني وحقوقه الاصيله في الحياه رغم كل ما يحدث على الاراضي الفلسطينيه، لكن بنشوف اعلام غربي يزيف الحقائق وينشر حقائق لا تمت للواقع بصلة
ويمكن حضراتكم تابعتوا وشفتوا ده مع أحداث مؤسفة حصلت في مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة. هنتابع مع حضراتكم على مدار حلقة التاسعة كل المستجدات الخاصة بما يحدث على الأراضي الفلسطينية وأيضا قمة السلام غدا في القاهرة. نروح لفاصل ونرجع نستمر مع حضراتكم في هذه التغطية. القاهرة تقود العالم نحو السلام وإيقاف المذابح المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، عنوان يمكن بيعكس واقع أكدته القيادة المصرية السياسية عبر موقفها من القضية الفلسطينية والحرب الوحشية اللي شنتها قوات الاحتلال على المدنيين والأبرياء في قطاع غزة. سيد رئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة من الساعات الأولى لم تتوقف تحركاته الدولية لإيقاف هذا النزيف، نزيف الدم في الأراضي الفلسطينية. اتصالات ولقاءات مع كبار المسؤولين والزعماء وآخرهم رئيس الوزراء البريطاني النهاردة ريشي سوناك في القاهرة، وأيضا دعوته لعقد القمة غدا، قمة السلام الدولية في القاهرة وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية كبرى وبحضور زعماء وقادة دول، يعني عدد من الدول منهم قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. الحقيقة أنه أنظار العالم بتتوجه لقمة السلام غدا بالقاهرة، آملين جميعا أن تسفر هذه القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري في غزة. هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية وأهداف قمة السلام المنتظرة غدا، وأهم رسائل اللي يعني توجهها القيادة المصرية إلى العالم من خلال هذه القمة. يشرفنا النهاردة بوجود السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. السفير يعني ضرورة أن يتحدث أهم قادة دول العالم والعودة يعني طولة الحوار لوقف التصعيد في غزة من القاهرة. يعني أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا على هذه الدعوة الكريمة، وأعتقد أنه عقد المؤتمر يعني مصر للسلام غدا وهو مؤتمر دولي وإقليمي أيضا يعتبر نجاح للدبلوماسية المصرية، خاصة المبادرة التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد هذا الاجتماع، واستجابة العديد من رؤساء الدول سواء من دول الجوار أو الدول أو الإقليم أو أيضا على المستوى الدولي، إلى جانب من المنظمات الدولية وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة. المجتمع الاجتماع الحقيقة في منتهى الأهمية. لماذا؟ لأنه الحقيقة بيقع يعني يعقد في ظل أجواء صعبة جدا، خاصة فشل مجلس الأمن الدولي، الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين، صحيح. فشل إلى الآن أكثر من مرة في اتخاذ قرار بسبب للحق النقد الفيتو، للأسف اللي في بعض النواحي الإجرائية حتى ما خدش 9 أصوات في مرحلة ما، وفي مراحل أخرى اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا على ذلك، وممكن دول أخرى أيضا. ده إلى جانب التصعيد أو الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية المتزايدة على الشعب الفلسطيني، كل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشعر بها جميعا، والعديد من الشهداء من أبنائنا الفلسطينيين هناك في غزة. إلى جانب ما نلاحظه في هذا الشأن في رأيي الشخصي أيضا، يعني بنجد يعني تنسيق غير مسبوق ودعم غير مسبوق من جانب العديد من الدول الغربية لإسرائيل في هذا الشأن. يعني عاوز أقول أكتر حتى من 1948، يعني أول ما اندلعت الأزمة في 7 أكتوبر ونجاح بعض الفصائل الفلسطينية في بداية الأزمة، وجدنا على طول في اجتماع على مستوى أو بيان صدر خماسي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأيضا ألمانيا، كان يعني بيان شديد وقوي بيعكس هذا الدعم المطلق لإسرائيل. إلى جانب شفنا بقى اجتماعات حلف الأطلنطي
الأكثر من هذا لو مسكنا بقى كل دولة على حدة، نجد مثلا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من، أنا بقول مؤشرات بسيطة يعني، من إرسال حاملتي الطائرات و200 جندي من المارينز، وأيضا المساهمة طبعا في معلومات استخباراتية، معلومات أمنية وما شاكل ذلك، وزيارة يعني زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل، وزيارة بلينكين وزير الخارجية إلى إسرائيل، والموافقة أيضا على منح إسرائيل 14 مليار دولار مساعدات. كل هذا يتم، وإلى طبعا إلى جانب بريطانيا اتخذت خطوات أيضا في إطار هذا الدعم. حضرتك بتتحدث عن بريطانيا وأمريكا وفرنسا، يعني التعامل الأمريكي والبريطاني مع القضية الفلسطينية، ويمكن كان ليهم لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء بريطانيا اليوم ريشي سوناك بالقاهرة، نعم. ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وكانت رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ومحددة، نعم. في هذا الشأن، كيف يمكن لهذا الرأي الحازم والواضح والمحدد من القضية الفلسطينية والتعامل المصري مع القضية الفلسطينية أن يغير شكل التعامل الأمريكي والبريطاني مع القضية الفلسطينية؟ يعني الحقيقة يعني ما أود أشير إليه في هذا الشدد، هو أتكلم عن ناحيتين، ناحية الموقف المصري الواضح، والناحية أيضا اللي أنا شخصيا بأدعو بقى الباحثين والدبلوماسيين وغيرهم إن هم يدرسوه، لماذا هذا التأييد والدعم المطلق للعالم الغربي في معظمه لإسرائيل، على الرغم من إحنا اللي عاوز أقول إن العرب هم اللي ساعدوا التحالف الغربي هذا اللي كان مسمى بالحلفاء في ذلك الوقت في الحرب العالمية الأولى والثانية في الانتصار على دول المحور. العالم يعني العالم العربي هو اللي ساعده، وبدأنا بعد ذلك في بقى حاجات مش هنخش فيها تاريخيا. الخلاصة كان هناك دعم عربي قوي وعلاقات قوية حتى في من نتيجة الحرب العالمية الثانية. لكن لو نظرنا إلى الوقت الحالي هنجد أن هناك علاقات استراتيجية قوية ما بين الدول العربية، معظم الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من ناحية وفرنسا من ناحية أخرى. يعني علاقات الدول العربية في الخليج مثلا، والعلاقة البترول والصندوق السيادي الأمريكي معظمه طبعا الصين رقم واحد، رقم اثنين الدول العربية. طيب من ناحية في علاقات استراتيجية قوية، وفي نفس الوقت انت جاي في الأمن القومي العربي مطلق دعم مطلق لإسرائيل. ماذا يعني هذا؟ معنى ذلك تباين في المواقف واضح، تباين وامتهان للكرامة العربية. ومن ثم احنا بنقول يعني إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا عليها كانت على الناس هوانه. فأنا شخصيا أرى أنه من هذه اللحظات أهمية التحرك العربي النشط لدى الإرادة الأمريكية وأيضا الدول الأخرى خاصة فرنسا وبريطانيا لمحاولة تغيير هذا الاستيريوتايب، هذا يعني نمط التفكير السلبي القوي تجاه العالم العربي. لأن ده من كان هناك تظاهرات اليوم في لا ده هم أول يوم يعني مؤيدة للقضية الفلسطينية كان هناك، لكن برضو في الأول قال لك مفيش مظاهرات، ده مفيش حاجة، محدش يرفع علم، رأينا قمع شديد من المتظاهرين لدعم القضية الفلسطينية، محدش يرفع علم، الدول الأوروبية تتشدق دائما بالحق بالتظاهر. فين الحق بقى، حقوق الإنسان و لا الأكثر من كده، هذا منعوا سمحوا ببعض المظاهرات. لكن في نفس الوقت لما واحد زي بنزيمة اللاعب الرياضي المشهور الدولي الجزائري أو محمد صلاح ده محمد صلاح عمل تصريح خفيف خالص فيما يتصل بالدعم الإنساني ومشاكل ذلك، قال لك خلاص ما عادش تتكلم تاني، وقالوا البنزيمة المشاكل اللي دلوقتي عليه عقوبات، عشان لا يا ريت عقوبات سحب الجنسية. وأيضا في ناشطة أيضا فلسطينية النهاردة تحت الإقامة الجبرية. فين بقى حقوق الإنسان؟ أنا اللي أنا بعاوز أقوله وزيرة خارجية فرنسا دور بقى السفارات العربية توجد غدا، متواجدة غدا لتمثل فرنسا في قمة القاهرة. مين يا فندم؟ وزيرة خارجية فرنسا. اكسلنت، تمام. كيف يمكن أنت يعني أن توجد مسارات في قمة القاهرة غدا، مسارات مختلفة لوقف التصعيد هنا في الأراضي الفلسطينية؟ بناء على ما ذكرته حضرتك من بعض مؤشرات الدعم المطلق من جانب، خاصة أنا بركز على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن اللي هي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا إلى جانب ما حضروش طبعا روسيا والصين، لكن على الأقل هذه الدول الثلاث يكون الحديث معهم بكرة في قمة القاهرة. يعني لما يعني يكون في تساؤلات، لماذا هذا الدعم المطلق في ظل في علاقات استراتيجية قوية
بين 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 مصر وبين دول مثلا دول الخليج ودول أصلا المغرب العربي. علاقات استراتيجيه مع هذه الدول اللي هي ذات الدعم المطلق، ومن ثم يجب ان نتحدث معهم في رايي الشخصي بلغه دبلوماسيه صريحه. من اهم يعني من ضروره تغيير هذا النمط في التفكير واهميه دعم حقوق الشعب الفلسطيني. الفلسطينيون يقومون بذلك في اطار حرب تحرير، حرب تحرير اراضيهم من الاراضي من الاحتلال الاسرائيلي. لكن هذا الدعم المطلق لاسرائيل لماذا؟ ثم احنا اذا كان اسرائيل بترمي من هذه الحرب في النهايه ان هي تتخلص من الفصائل الفلسطينيه، طب نسال نفسنا هل امريكا استطاعت ان تتخلص من حركه طالبان؟ هل استطاعت ان تتخلص من الناس في فيتنام؟ استحاله، لان قضايا الارض والدفاع عن الارض والدفاع عن الوطن والتحرير وضد الاحتلال، انا اعتقد في النهايه الشعب الفلسطيني هو اللي هيكسب. لكن الاهم من هذا ايضا ان لا اود ان اؤكد عليه هو ما اكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرات عديده، وهي وخاصه في القمه الاردنيه المصريه ومع الرئيس المستشار الالماني، هي رفض مبدا التهجير القسري. صحيح. ده في مبادئ القانون الدولي هذا المبدا نان ريفورمو، يعني ممنوع ان انا ارحل اي حد قسريا من مكانه. طب اذا كانت دي كمان ارضه، هذه الارض الفلسطينيه دي ارضه، كيف يجرؤ لدوله اخرى او لاي شخص اخر ان هو يطرده من بلده؟ نمره اثنين، رفض ما يسمى عمليه الترانسفير. هم تحدثوا عن كده مرات كثيره. مره قبل كده قالوا خلاص ضفه الغربيه تروح لترانسفير للاردن، وغزه تروح لمصر، وننتهي. لا، العمليه مش كده خالص. لا مصر هتقبل اطلاقا ولا الاردن، اعتبارات الامن القومي العربي ترفض ذلك، اعتبارات الامن القومي المصري والاردني ترفض ذلك. ومن ثم والفلسطينيين انفسهم متمسكين، الفلسطينيين نفسهم قالوا احنا مش هنسيب ارضنا اطلاقا، وقالوا فعلا تصريحات في هذا. ومن ثم يعني انا بؤكد على ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشان مره اخرى، وهي رفض الموضوع التطهير العرقي، رفض الطرد القسري للفلسطين من اراضيهم. طبعا الاهم من هذا ايضا في هذه المناسبه هو التركيز على اهميه المساعدات الانسانيه للشعب الفلسطيني بعد هذه المعاناه، مع هذا الوضع الانساني الاخر يعني في التدهور. كل يوم نعم كل يوم بنشوف قد ايه التدهور المؤلم والقاسي. يعني حتى لما جم يتكلموا ان احنا نفتحها في خلال 48 ساعه زي ما اعلن الرئيس بايدن في هذا، قال لك لا ده احنا مش هنديهم اكسجين اللي في المساعدات الانسانيه. يعني الناس اللي في الرعايه المركزه اللي محتاجين انابيب اكسجين مش هياخدوا كمان يعني هل هذا عقل؟ اين بقى احترام حقوق الانسان وانت الطالب هنا بالوقوف ان الناس تقف مع اوكرانيا وفي نفس الوقت عشان تحرير ارضها؟ لا، ما يقفوش مع فلسطين عشان تحرير ارضها. ازدواجيه المعايير. يبقى اذا ازدواجيه المعايير الى متى سوف يظل ذلك؟ ومن ثم في رايي هذا محتاج وقفه من جامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي ومنظمه الامم المتحده. في رايي لماذا لا يتم عقد مؤتمر زي اللي اتعقد في الخمسينات، مؤتمر الاتحاد من اجل السلام، في اطار يصدر قرار من الجمعيه العامه تحت اللي هو زي قرار الاتحاد من اجل السلام اللي صدر في الخمسينات؟ لان القضيه الفلسطينيه في خطر الان، خطر التصفيه. والمنطلق هو مؤتمر القاهره. اعتقد ان للعوده لمسار السلام من القاهره، من القاهره هي البدايه المؤتمر، لان هو مؤتمر السلام وبيعقد في ظروف في منتهى الصعوبه. اعتقد ان مؤتمر القاهره سوف يمثل خطوه ايجابيه على طريق يعني ان شاء الله تقديم المساعدات الانسانيه، اجراءات بناء ثقه زي تبادل الاسرى اللي بدا منها النهارده ان هم افرجوا عن محتجزتين امريكيتين، وقبل كده افرجوا عن واحده لوضع انسان، نعم، وقبل كده افرجوا من ثلاث ايام الجانب الفلسطيني افرج. اعتقد انه إن لازم يبقى فيه يعني برضه مرونه في رايي، لان في النهايه ما فيش حرب تنتهي للأبد. يعني في النهاية لازم يكون في سلام. ومن هذا المنطلق احنا بنقول يعني رأيي انه لازم يكون في إجراءات بناء ثقة زي تبادل الأسرى حضرتك، الكوريدور بتاع المساعدات الإنسانية، وبرضه وقف كل شوية ان هم الضرب القهري، الضرب للمستشفيات زي موضوع ضرب المستشفى المعمدانية. هذا غير مقبول على الإطلاق. وعمل وحشي لضرب مستشفى القدس القدس يعني منذ ساعات. ضرب، قالوا يخلوا خمسه
ويخلوا كمان مستشفى القدس. طب والناس اللي هي في المستشفى تروح تنام في الارض ومفيش كمان ميه ولا كهرباء ولا ادويه ولا كذا ولا كذا؟ اين هذا؟ يعني ازاي المواطن الامريكي او المواطن الغربي اللي بيتشدق بحقوق الانسان يستمع الى ذلك وينظر هذا النهج الاسرائيلي في 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 ضرب المستشفيات والاهداف المدنيه بدون رحمه؟ ولذلك انا شايف انه انه انه, إنه مع التطور التكنولوجي والاي اي الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي وغير ذلك وتطور وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقد ان تطور هذه الـ 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 الادوات في على المستوى الاعلامي اعتقد ان الراي العام الغربي هيبقى له دور ايجابي فيما يتصل بالضغط على الحكومات الغربيه لدعم عمليه السلام ان شاء الله على المستوى الفلسطيني وعلى مسار العلاقات الاسرائيليه الفلسطينيه. صح. اعتقد وقف التصعيد على الاراضي الفلسطينيه والتهدئة. يمكن ده العنوان الابرز لقمه السلام غدا بالقاهره. نعم. بحضور 31 دوله وثلاث منظمات دوليه. انظار العالم بتتجه لقمه القاهره الدوليه، وهذا يؤكد برضه الدور المحوري لمصر. صحيح. وانها قادره على ان تحقق ذلك. يعني شوف رغم الظروف الدوليه والاقليميه بالغه الحساسيه، مصر استطاعت، القياده السياسيه في مصر استطاعت، والدبلوماسيه المصريه على مستوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى وزاره الخارجيه المصريه والوزير سامح شكري، على مستوى سفارتنا في الخارج. يعني انت ما تشوف وزير الخارجيه البريطاني او رئيس الوزراء جه هنا مش جه كده من الطياره ونزل، ده لازم يبقى في اعداد وكذا وكذا. صحيح. وتنظيم، فده دور برضه، وده مواجهه دبلوماسيه معركة. يعني معركة دبلوماسية. صحيح. هذه معركة دبلوماسية حقيقية سواء من جانب مؤسسة الرئاسة. صحيح. برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكل الأفرع الخاصة بالدبلوماسية. صحيح. المصرية. صحيح. وأيضا الإعلام المصري، نحن هنا وجودنا ومع حضرتك، وأنه الإعلام أيضا بيكون بدور كبير في الإعلام المصري في نشاط الحال وحيوية لمتابعة تلك الأحداث وعرض برضو الأطر للتحرك المستقبلي في هذا الإطار. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير يوسف أحمد الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معنا. شكرا يا فندم. كده مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة التاسعة، دايما نشوفكم على ألف خير في متابعة مستمرة لكل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، وربنا يسلم أهلنا في غزة. والعالم ينتظر غدا قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور 31 دولة وثلاث منظمات دولية تحت مظلة مصرية.